تعرضت احدى الطائرات العسكريه الامريكيه اليوم الى حادث بسيط لم يسفر عن اي خسائر بشريه واشارت وزاره المواصلات والاتصالات الى انه تم التعامل مع الحادث حسب خطط الطوارئ المعمول بها في مطار البحرين واكدت الوزاره ان حركه الطائره القادمه والمغادره عادت لوضعها الطبيعي بمطار البحرين الدولي بعد اتخاذ اجراءات السلامه اللازمه